30 من إبريل من عام 1840، نيويورك تستقبل سفينة مهيبة ذات أشرعة كثيرة، جاءت من البعيد البعيد، تحمل على متنها قوماً لا يشبهون أهل تلك البلاد، لباسهم، لغتهم، بشرتهم، حتى تقاسيم وجوههم، كل ما فيهم مختلف. جاءت السفينة مثقلة بالبضائع والهدايا. يتقدم طاقمها رجل وجيه سيسجله التاريخ كأول سفير عربي يصل إلى الولايات المتحدة، إنه أحمد بن نعمان الكعبي، مبعوثاً من سلطان يحكم إمبراطورية مترامية تمتد بين آسيا وإفريقيا، متخذاً من مسقط وزنجبار عاصمتين لحكمه، فذلك هو سعيد بن سلطان. أسطوله الكبير يقارع الأساطيل العالمية، في السلم يبيع به ويشتري، وفي الحرب يغزو ويدافع عن ممالكه من الخليج وبحر عمان إلى أعماق المحيط الهندي. في هذه الزيارة تكبر العلاقة وتتوثق المعاهدة التي وقعت قبل حوالي 7 سنوات.